الرحمن الرحيم. كان قدم السيد دكتور محمد جمال فاعل منطقة مولى الرعي ومستشار جماعي سابق. بخصوص تحقيق حول الفيديو اللي تم تسجيله بمناسبة يوم الذبيحة ديال الموسم ديال مولاي إبراهيم، ما أود أن أقوله أولا بطبيعة الحال فهذاك الفيديو فهو شيء تشمئز من الأنفس للطريقة اللي تمت بها تلك الذبيحة، ولكن ما أريد أن أوصله للمشاهدين ديال هذا الفيديو هو أنه ما يمكن نعمموش ما تم خلال هذه السنة هذه على المواسم الماضية. ف الذبيحة طبيعة تتم بطريقة مهنية اللي ما كيتعرضش فيها طبيعة الحال الحيوان لأي تعذيب، وبالتالي فأنا ما عرفتش الظروف اللي كانت محيطة بالعملية ديال الذبيحة هذه السنة هذه، واش قلة المهنية ديال الناس اللي كانوا مكلفين بها أو طبيعة الحال الظروف اللي كانت محيطة بهم اللي ما كانت سهلة. من خلال الفيديو كيتبين أنه فعلا كانت ضوضاء وكان صخب وكان خطر، وبالتالي هذاك الشيء ما سهلهمش العملية. إذا ما يمكن أن أقول لهم طبيعة الحال أن هذه العملية فلم تتم بالطريقة اللي تم بها، وأنا بعقل تضامن وأتعاطف منها بطبيعة الحال مع الناس اللي كيستكروا العملية اللي تمت بهذه الطريقة. ولكن على العموم فخلال المواسم الماضية وكما جرت العادة فتتم بطبيعة الحال العملية بالشكل اللي المطلوب. هذا فيما يخص الفيديو، بطبيعه الحال هذا كيحيل لنا على الطقوس والعادات اللي كانت مارست ما واش هي بطبيعه الحال شيء محمود او مذموم او فيمكن نقولوا في هذا الباب بطبيعه الحال، وان هذه الطقوس هي متجدره في التاريخ ديال المنطقه، وكيف كتعرفها من مختلف مناطق المغرب اللي كتجمع ديال الطقوس والعادات والتقاليد اللي فيها ترسبات بطبيعه الحال ثقافيه ودينيه. الامور مع نقول ما يمكنش نجزموا بانه نقولوا مع او ضد، لان هذه المساله هذه مرتبطه بالثقافه ديال المجتمع ديالنا. ولكن ما يلاحظ بطبيعه الحال فانا ممكن نعطي واحد التقييم خلال هذه 31 سنه تقريبا اللي عشت فيها في المنطقه وعرفت التطور ديال 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 هذه التقاليد وهذه العادات. فهناك واحد تراجع يعني كبير خلال معرفة بنيات المجتمع من تطور ومن تقدم بطبيعه الحال. هذه الامور هذه كلها فكنربطوها بمجموعه ديال الامور، منها المستوى التعليمي لانه كتم الاميه متفشيه، كاين الفقر، كاين واحد المجموعه ديال العوامل الاقتصاديه كذلك اللي خلات هذه الظاهره كتبدا في تراجع مستمر وفي اضمحلال. لانه كيف كنت نعرف مولاي ابراهيم فالطقس طقوس ديال الموسم فما نحصروهاش فقط غير في الذبيحه، فهي كانت مجموعه ديال الطقوس كتمارس خلال الموسم ديال الولي مولاي ابراهيم، واللي تبين انا بطبيعه الحال الان خلال السنوات الاخيره ان هناك واحد التراجع كبير ديال مجموعه ديال الطقوس اللي ربما الموسم اصبحت الان مختزله في الذبيحه اللي بقات تقريبا الطقس الاساسي من مجموع العادات والتقاليد اللي كانت تمارس، بالاضافه الى انه الان ولا تقريبا هذا الموسم هذا ولا الناس كيمشيو ليه على شكل انهم يشوفوا فولكلور، يعني ذاك القداسه وديك الزياره من اجل قضاء الحاجه اللي كانت كتمارس هذه واحد المده ما بقاش كتمارس الان. وهذا تيتضح بطبيعه الحال خلال كذلك تغيير ديال الفئات العمريه اللي كتزور مولاي ابراهيم. فهذه القضيه ديال اللي كتعطل هذه المواسم ديال القداسه وديال الزياره من اجل الاستجابه لمجموعه ديال الرغبات في الولي الصالح، فربما الان كتهم واحد الفئه جد قليله وفئه عمريه اللي كتجاوز 50 سنه الفوق، وخاصه من بعض النساء. اما اغلب الان الزائرين ديال مولاي ابراهيم خاصه في مده الموسم كيكون للسياحه والمشاهدات هذه العادات كفولكلور وطبيعه الحال. وبالتالي فاعتقد انه اللي بغيت نقول في الاخير كخلاصه هو انه عوضا نحكموا على هذه الامور هذه هل نحن مع او ضد، بطبيعه الحال لا يكفي انه بجره قلم او بقرارات انه نحيد هذه الطقوس او نلغيوها، فهي محتاجه للعمل على مجموعه ديال الامور اللي كتهم
المجتمع المغربي ككل، محاربة الجهل، محاربة الفقر، اللي هي بطريقة الحال السمات الأساسية اللي كتميز الناس اللي كيلجؤوا لهذا الطقوس وهذا العادات.